من الفقرات المحببة عندنا ونستمتع فيها هي من الفقرات الطربية. اليوم معنا موهبة صاعدة شقت طريقها بالتمرين الممارسة ولها مشاركات فنية عديدة. خلونا نرحب معنا في الاستوديو منى حسن مطربة صاعدة. أهلا وسهلا فيك منى. أهلا فيكم، شرفتوني وسعدتوني صراحة بالاستضافة هذه، وإن شاء الله اليوم تنبسطون معايا بإذن الله. لأحنا مستمتعين معك من قبل ما نبدأ، يعني أحب لما نبدأ فقرتنا الطربية يبدأ الفنان يغني لنا. أوكي يلا يلا، وش حابة تسمعينا؟ ممكن نقول خلينا مني النوال الكويتية. خلنا مني طمني عليك، ما نام الليل من خوفي عليك. خلنا مني طمني عليك، ما نام الليل من خوفي عليك. انت طيب هذا هو اللي يهم، انت طيب غير هذا ما يهم. انت طيب هذا هو اللي يهم، انت طيب غير هذا ما يهم. ما يهم انت طيب. شكرا. الله عليك منى. اول شيء كلمينا عن نفسك اكثر، متى اكتشفتي جمال صوتك ولما بديتي ايش الطرق اللي انت استخدمتيها عشان تبدين او تنطلقين؟ طبعا زي ما قلت قبل يعني اعيد واكرر، انا انولدت في عائله فنيه اساسا، يعني اهلي كلهم يغنون، امي وابوي واخواني واخواتي، فاحنا اصلا عائله فنيه. فبس مين اللي يعني اصر انه هو يمسك هذا المسار ويبدا فيه؟ طبعا انا يعني قررت انه لا، هذا الشيء لازم انا امتهنه وابدا فيه واشتغل عليه اكثر واكثر. طبعا طورت الحمد لله نفسي فيه، وكانت لي مشاركات عديده في الفن، والحمد لله يعني وصلت لمرحله حلوه. طيب نوعيه الاغاني من اللي انت تحبينها؟ الاغاني الشبابيه، الاغاني الطربيه، الخليجيه، وش؟ والله صراحه يعني انا احب كل الالوان، يعني حتى اللهجات احب اغنيها، يعني اغاني مصريه قديمه مثلا، طربيه، الاغاني الطربيه اللي عندنا كمان موجوده، محمد عبده، طلال مداح، كل هذه الاغاني صراحه احب اغنيها. فأحس يعني صوتي ممكن يدي على أشياء طربية وأشياء خليجية شبابية، فيعني كل الألوان أحب أغنيها أكيد. طب إحنا ما شبعنا، نبي نسمع شيء ثاني على ذوقك. أوكي يا. ممكن نقول وين تروح لأنغام. وين تروح ما يمديك، لو ترقى السما باجيك، حتى لو تحب ثاني بشارك من يحبك فيك. وين تروح ما يمديك، لو ترقى السما باجيك، حتى لو تحب ثاني بشارك من يحبك فيك. هي وحدة بين التنتين، خيرك الله بين أمرين، يا تترك عشاني ذاك ولا تنقسم نصين. هي وحدة من التنتين، خيرك الله بين أمرين، يا تترك عشاني ذاك ولا تنقسم نصين. وين تروح، وين تروح، وين تروح ما يمدي. يا منى، منى الفنانين اللي تأثرتي بأصواتهم مين؟ أكيد نوال الكويتية، أنغام، يعني كل الفنانات اللي موجودين عندنا في يعني في الخليج وفي بشكل يعني كبير عندنا. فايس
وين تشوفين طبقة صوتك؟ كموسيقيا أنا أغني صراحة بين المي والدو يعني، أو أغني بين المي والسي تقريبا. فيس وتحسينها تمشي مع كل لا على حسب يعني، في أغاني نرفع فيها الطبقات، في أغاني على حسب الأغنية يعني، مو أي أغنية نختار لها نفس الطبقة لأنه تختلف المساحات والأشياء هذه. فيس يعني هنا كل مجال له ناس تنتقد أكيد يعني، أكيد أنت عرضت للانتقادات، كيف تتعاملين معها؟ طبعا في بداية ما طلعت واجهت انتقادات بشكل مو طبيعي يعني، في أوقات بالعكس يعني واجهت كلام مرة حلو الحمد لله والناس انبسطوا مني، بس في الجانب الآخر أكيد في سلبيات إنه نلقى إحنا انتقادات وناس تتكلم يعني كلام بطال. ففي البداية كان يزعجني صراحة، بس شوي شوي حسيت إن الموضوع لا ما يستاهل إنه أنا أزعل عليه أو أضايق، بالعكس يعني. فحسيت انه لا يعني خلاص، اللي بينتقد ينتقد واللي بيقول يقول، واهم شيء انا يعني عارفه نفسي وعارفه موهبتي وواثقه فيها، فالحمد لله يعني ماشي. من البعض لما تجي الانتقادات يحس انها بنزين تعطيه الدافع طبعاً والحافز، البعض يدخل فتره معينه يكون محطم يقفل على نفسه، انت من اي نوع؟ انا جاتني هذه الفتره يعني حسيت انه لا خلاص وما ابغى اكمل وش دخلني في الموضوع هذا، ويعني حسيت انه لا مو مكاني هذا، بس بعدين استوعبت انه لا ما ينفع زي كذا، انا خلاص انا حطيت هدف لازم اوصل له ولا ما راح اوصل كذا. صحيح. فبعدها حسيت انه لا لازم اكمل، والحمد لله يعني شجعت نفسي واستمريت. زين الحمد لله انك كملتي وشفنا هذه الموهبه الله الجميله. يسعدك. طب انا ودي اعرف اهدافك المستقبليه، ايش حابه توصلي له؟ طبعا هدفي اني اكون فنانه سعوديه وامثل السعوديه في السعوديه وخارج السعوديه برضه، وطبعا هدفي انه انا اغني بلهجات كثير يعني، هذا الشيء مو موجود كثير عندنا، واني امثل السعوديه برا هذا كمان مو موجود كثير عندنا، وبالعكس يشرفني انه انا امثل السعوديه. حاولت تشاركين في المسابقات؟ ايوه طبعا، انا شاركت في سعودي ايدل، كانت اول تجربه لي في الفن، والحمد لله يعني انبسطت منها، وطبعا كونت جمهور الحمد لله من هذه التجربه، ولسه انا مستمره يعني. طيب ممكن تسمعينا شيء كذا مصري بما انك ودك تغنين بلهجات مختلفه؟ مصري ايش ممكن نقول؟ ممكن نقول يوم لك ويوم عليك للذكرى. يوم لك ويوم عليك والليل ضاع هواك، يوم ليك ويوم عليك والليلة ضاع هواك، يوم ده انت جالك يوم تنسى فيه النوم، لو تقول مظلوم هقول لك يوم ده جالك يوم. يعني انت تسوين فينا تدخلين المود وفجأة توقفين، هذا الشيء ضايق. ما كنت مستعدت لها، بس يعني منيا من الان فكري باغنية بتطولين فيها معانا، اما وضع انك انت بس تعطينا كذا شوي لامانه. هو لازم التشويق هذا عشان الناس ايش تسمع لي بعدين. اكثر شخص كان داعم المنامين؟ أكثر شخص هو أشخاص صراحة يعني، مو شخص الله. واحد بس، أول ناس دعموني وحفزوني صراحة يعني هم أهلي، دائما أنا أقول في كل لقاءات في أي مكان أقول أهلي هم اللي في البداية يعني ساعدوني في هذا الموضوع. حددي اسم من أهلك. يويلي مرة صعب صعب صراحة، بس إنه لا لا صعب والله، كلهم نفس الليفل في الدعم صراحة، فما أقدر أظلم أحد. مين أكثر أحد من أهلك ينتقدك ودائما يقولك لا انت هنا غلطتي، لا عيدي مره ثانيه؟ لا ما صراحه يعني، هم انا انتقد نفسي اكثر منهم يعني، بس لا هم ما يحاولون ينتقدوني قد ما انه خلاص اللي فات مات وخلينا احنا يعني نبدا صفحه جديده وقولي كذا سوي كذا، فيس يساعدوني فيهم. هنا يعني في كثير شباب وشابات ودهم يدخلون المجال الفني ويعني يحصلون على فرصه مثل ما انت حصلتي عليها، وش توجه لهم رساله؟ والله أحب أقول لهم أول شيء قبل ما يبدون في أي شيء يعني، يؤمنون بنفسهم، يثقون في اللي هم قاعدين يسوونه عشان يقدرون يبدعون يعني. أنا قريب اللي بديت أؤمن في موهبتي صراحة،
ويوم يعني ركزت على الموضوع الحمد لله بديت يعني أبدع فيه أكثر. فلازم يهتمون بهذا الموضوع أنهم هم يؤمنون بنفسهم عشان يقدرون يكملون يعطون شيء للناس. أول مرة غنيتي كم كان عمرك وقتها؟ والله صراحة من زمان بس يعني لا أول مرة غنيتي غنيت غنى مو دندنين يعني. لا غنيتي واكتشفوا أهلي كين موهبتك؟ والله من زمان صراحة يعني من زمان لدرجة أن أنا ماني فاكر متى بالضبط بس أنا يعني أنا كنت كمان يعني اشتريت عود يعني من وأنا صغيرة عندي كيبورد فيعني بديت في الموضوع من زمان يعني أنه أنا أغني وأبدأ في هذا الموضوع فما أقدر أديك عمر معين يعني فايز. طب هل تشوفين اليوم السوشيال ميديا ساعدت كثير من الناس أنها توصل وتوصل موهبتها؟ أكيد أكيد يعني السوشيال ميديا صراحة ساعدت في نفس الوقت يعني قلت لكم من قبل فيها جانب سيء وجانب كويس في الموضوع يعني تلقى تحفيز من الناس ويدعمونك بس في نفس الوقت تلقى ناس تنتقد وتقول كلام مو كويس فأنت لازم يعني طب تجربتك الشخصية أنت تشوفين أن اليوم السوشيال ميديا ساعدت هنا على أنها توصل؟ طبعا طبعا أكيد يعني السوشيال ميديا اختصرت لي مشوار مرة كبير يعني الحمد لله أنه موجود السوشيال ميديا تساعدنا على هذا الموضوع. صح. التحديات اللي واجهت منى في فترة من الفترات؟ تحديات صراحة يعني اسم الله على قلبك صوتك يفرض نفسه يعني ما أحس أنه هذا تحدي بالنسبة لك. لا الحمد لله يعني بس تحديات ما أحس يعني الحمد لله أهلي داعميني ما واجهت تحدي في هذا الموضوع والناس الحمد لله يعني استقبلتني وحبتني فما أحس أنه في تحديات غير بس الانتقادات هذه اللي أروح وأرجع عليها برضو فهذا يعني هذا الشيء اللي ممكن فيه تحدي لي فيس. سمعينا كذا شيء بس بتطولين مو شيء بسيط بدك تطولين اليوم. طب ممكن أغنية دائما للدندرينه وتحبين تسمعينها من نفسك أو أغنية تمنيتي أنها تكون لك؟ غنيتها وين تروح يعني هذه من أجمل الأغاني حتى غنيتها في سعودي آيدل ف يعني هذه الأغنية لها حيز في قلبي كبير بس ممكن نقول لكم أغنية الأحلام اللي هي لا بارك الله في الغياب هذه من أجمل الأغاني برضو على قلبي. لا بارك الله في الغياب لا وفق الله كل صده أزرت أبين هالعتاب ما شفت للغالين رده العمر من كفين داب ويطيح ورد بعد ورده لا جيتهم راحوا سراب يا هالجفا منيب قده لا بارك الله في الغياب لا وفق الله كل صده أزرت أبين هالعتاب ما شفت للغالين رده العمر من كفين داب ويطيح ورد بعد ورده لا جيتهم راحوا سراب يا هالجفا منيب قده. الله عليك. شكرا لك. حاولت اطول شويه بس هذا اللي جهزت للاسف. شكرا لك منى حسن، شكرا على تواجدك معنا اليوم، يعطيك الف عافيه. شكرا واستمتعت فيكم واسعدتوني. مشاهدينا كذا نطلع فاصل وبعدها نرجع نكمل معكم.